الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فمن باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أحببت أن أذكر نفسي المقصرة أولاً، وأذكر إخواني بأهمية حضور مجالس العلم وحلق الذكر، فإنه من المشاهد عند بعض الناس زهدهم وعزوفهم عن مثل هذه المجالس، فتجد أن الشيخ أو الإمام عندما يفرغ من الصلاة ويبدأ بحلقة العلم أو بكلمة توجيهية إلا وتجد بعضهم يتسابق في الخروج من المسجد، وهذا في الحقيقة من الخسارة العظيمة التي يجنيها العبد على نفسه، وأيضاً من الخير العظيم الذي يفوته المسلم أن يضاف في صحيفة أعماله. هذه المجالس أيها الإخوة من أفضل المجالس وأشرفها عند الله عز وجل، وهي من أعلاها قدراً ومكانةً عنده سبحانه وتعالى، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العناية بها والحضور إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وعطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى فسر مجالس الذكر بأنها المجالس التي يذكر فيها الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تبيع وتشتري، هذه هي مجالس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شبه مجالس الذكر برياض الجنة. لماذا؟ لما فيها من زيادة في الإيمان، وزكاة للنفس، وسبيل للسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم حث من كان مارًا بهذه المجالس ورغبه بأن يحضر إليها ويجلس فيها ويرتع من خيراتها، فما بالكم بمن كان جالسًا فيها ثم يرغب عنها ويخرج من هذه المجالس؟ إنها حقًا لخسارة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا في أحاديث أخرى مبيناً فضل هذه المجالس، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وذكر الله تعالى للعبد هو ثناؤه سبحانه وتعالى على العبد في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة الكرام، فما أعظمها من نعمة أن يذكرك الله عز وجل أيها العبد المسلم عند ملائكته عندما تجلس في مثل هذه المجالس. واستمعوا أيها الإخوة إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين مباهاة الله عز وجل لعباده عندما يجلسون في مثل هذه المجالس. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، أي هذه الحاجة التي كنتم تبحثون عنها قد وجدناها فتعالوا إليها. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، أي من كثرتهم. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. هنا الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته لا سؤال استفسار عن جهل، تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، وإنما يسألهم سبحانه وتعالى عن علم ليباهي بهم بعباده أمام ملائكته، فيقول: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول سبحانه: ها
هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول سبحانه وكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول سبحانه فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول سبحانه فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ يقولون من النار. فيقول سبحانه وهل رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها. فيقول سبحانه فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول سبحانه وتعالى فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول سبحانه وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. فما أعظمها من نعمة وما أعظمه من ثواب لهذا الرجل الذي لم يقصد هذا المجلس، ولكنه لما رأى القوم يذكرون الله عز وجل جلس معهم فناله من الخير والأجر العظيم ما لم يخطر له على بال. ومن الثمرات العظيمة التي ينالها العبد المسلم عندما يجلس في مثل هذه المجالس خاصة بعد الصلوات المفروضة دعاء الملائكة الكرام له حتى يقوم من مجلسه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قال ابن بطال رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث العظيم، قال فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذه المجالس وأن نغتنمها وأن لا نفارقها، فإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا من أكثر الناس حرصاً على حضور هذه المجالس، وكانوا يتزاحمون عليها في حياتهم ويبكون على فراقها عند موتهم. ولهذا ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، أي عند الموت. قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجر ولكن لظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر أي الصوم في النهار الطويل. قال لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، أي قيام الليل في الليل الطويل. قال ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فاللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.